أبدأ معك سيد عبد الجليل، بالنسبة لاغتيال العالم السوري الأصابع موجهة إلى إسرائيل، واليوم وزير إسرائيلي لم يرحب، دعنا نقول، لكنه لم يعلق على هذه الاغتيالات. من له مصلحة باغتيال هذا الشخص؟ يعني أنا في البداية أستاذ فراس أعزي السيد أفيغدور ليفرمان وزير الحرب الإسرائيلي بمقتل هذا المجرم. يبدو السيد ليفرمان حزين جدا على الجيش السوري، وربما السيد ليفرمان بعد أيام سيقوم بحملة تبرعات لمساعدة الجيش السوري. كما سمعت في تقريركم هو حريص على بناء هذا الجيش، هذا الجيش الذي قتل السوريين وذبحهم وشردهم وأوصلني أنا وأمثالي إلى أقاصي الأرض هربا من آلة البطش الأسدية، فضلا عن الذين يموتون في كل لحظة وفي كل دقيقة حتى اليوم بسبب إجرام هذا النظام. ولكن أعتقد، تفضل سيد عبد الجليل، أعتقد أن الإشكال الذي يرتبط بحالة الشد والجذب في المواقف الإسرائيلية مرده ربما يكون إلى يعني ثقافة سياسية مسكونة بالواقع المغلوط. إيران ستبقى مهددة لأمن كل دول الجوار وكل دول المنطقة، ووجودها في سوريا هو مشكلة أكبر. وهذه الاغتيالات إذا كان وراءها جهة هنا أو جهة هناك، أعتقد في المحصلة هي رد طبيعي على امتلاك النظام الأسد لسلاح الكيماوي، كون هذا الشخص الذي قتل، الذي اغتيل، الذي دبرت له عملية الاغتيال، هو ضالع في المشروع الكيماوي الأسدي، وهو متورط بما يسمى لدينا ب يعني براميل الأسدية التي أطلقت أو التي رميت على السوريين دائما. نعم، ابقى معي.